السلام عليكم شباب، معكم جادر بن اول جديد. في هذا الفيديو راح اتكلم معكم عن دايموند كامو في اسلحه البلاك اوبس 3، اسلحه عامه مو شرط سب ماشين جنز. طبعا انا طلعت في سب ماشين جنز زي ما تشوفون قدامكم الحين، دايموند كامو سب ماشين جنز 6 اسلحه تطلعها جولد، يطلع لك هذا اللون اللي تشوفونه قدامكم. بالنسبه لي اشوف اللون ابو كلب، من جد ابو كلب، ما يسوء ان الواحد يتعب يطلع سلاح جولد علشان اللون زي هذا زبالة. يعني لما تقول بلاك اوبس وتقول دايموند يجي في بالك شيء خرافي زي بلاك اوبس 2، كان الدايموند تحس ان السلاح هيبة له شكل، بس في بلاك اوبس 3 اول حاجة اشوف سيء الصراحة في بلاك اوبس 3 غير الكونكشن اتصال وغير كذا، يعني كتصميم اول شيء اشوفه مو حلو، يعني صراحة ما عجبني من جد. تعبت نفسي، لعبت في سب ماشين جان ستتهم طلعت جولد، وقعدت احاول لزي ما طلعته، وضيعت وقت طويل على عشان هذا اللون، واخر شيء يطلع زبالة. بنقول هذا سب ماشين جانز يمكن شكله مو حلو مع دايموند. اراويكم الثاني، هذا الثاني بالدايموند نفس الشيء، تحس الوان مرة قوية على العين. ما راح اشوف يعني فرق الجولد والدايموند، فرق السما والارض، فرق من جد فرق. احس الجولد ما ادري ليش احلى. اراويكم السلاح اللي بعده حتى نشوف الفيسبر. اتوقع عندي هذا الفيسبر، يمكن اشوف هذا الفيسبر فوق حوافه اوكي، بس من ورا كي تحس يألم العين ما ادري كيف. بالنسبه لي اشوف الدايموند كامو ابو كلب، ما يسوي احنا الواحد طلعه. فاذا انت في طريقك للدايموند كامو فكر فيها، هل انك تسوي تطلع السلاح الدايموند، قصدي سلاح الدايموند كامو الدايموند على السلاح، لما يسوى. يعني خلنا نشوف الويفل، واحد من اشهر الاسلحه في اللعبه، هذا الدايموند عليه. ما احس ان الواحد يسوي يتعب يطلع هذا اللون، يعني في الوان ثانيه احسن، يمكن لو احط الابيض والله يمكن احلى بالنسبه لي، او هذا الاخضر. هذا الاخضر حلو والله، حلو احسن ما يمكن من الدايموند. عطوا شباب رايكم في الكومنتات، هل تحسون الدايموند يسوى التعب عليه لما يسوى؟ فاذا انت طلعت الدايموند عطني بس قول لي في اي سلاح طلعته، واذا كان شكله حلو ارسل لي اياه على تويتر خليني اشوف هل يسوى ان اطلع السلاح لما يسوى. فكل شيء وصلنا لهذا الفيديو، اتمنى عجبكم، لا تنسى اللايك، سبسكرايب، لا تنسى الشير، ونشوفكم على خير فيديو جاي. السلام عليكم.